السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هتقولي مره واحده اخرى جيتي هنا الازهار؟ انا جايه هنا الازهار، ولكن جايه المره في البلاصه هذه، هذا الجامع، ومن مورا هذا الجامع كاين متحف نجيب محفوظ. متحف كان عباره من قبل عن تكيه، يعني كنقولوا تبع يعني كنقولوا حنا في المغرب جمعيه ديال السبيل كتساعد الناس المحتاجين، الارامل، الناس اليتامى، دوك يعني هكايا، هذه التكيه ديالهم كيف كنا كنسمعوا في الافلام. عندك تكيه، انت فاكرها تكيه، يعني فاكر الكلمات كانت كتروج علينا في الافلام كنشوفوها كنسمعوها. المهم حنا غادي نمشيو للجهه الاخرى، وغادي نمشيو للمتحف نجيب محفوظ. خليكم معايا، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هو هذا المتحف حنا جينا ليه، يعني في هذا الموقع هنايا من مورا الازهار. الاسعار بالنسبه للمصاري 5 جنيه، والطلبة 2 جنيه، والأجانب غير مصريين 20 جنيه، والطالب غير مصري 10 جنيه. كيتحل على 2 فترات ابتداء، فترة صباحية من 8، من هذه 8:30 حتى 2، والمسائية من 5 حتى 9. ونهار الثلاث يكون عندهم فيري، يعني عطلة نهار الثلاث. هذه هي البداية ديال الدخلة ديال المتحف، هكايا مصورينو. يعني جوا ما فيش فيديو. هما ما خلونيش نصور، ولكن ممنوع تصور كاع هنايا، ممنوع الفيديو. هذا البلاصه ديال فين ساكن، هادشي كان كيلبس. اللبس ديالو، الحاجات ديالو هنايا. هذا لويز اكسسوار ديالو، داكشي ديالو ديال باش كان كيمشط، كان كيحلق. هادشي الاشياء الشخصيه ديالو، بارفان باش كان كيحلق. وهنا مجموعه ديال الصور ديالو هنايا، والباقي غادي نوريكم غير صور، ناخذ غير صور لان ممنوع هنا الفيديو.
أحلام، أحلام نجيب محفوظ.
صافي احنا خرجنا من المتحف، كيف ما قلت لكم، وكان كانت تكيه يعني كان بلاصه ديال شي حد كيعطيو يعني اللي خاصته شي حاجه، اللي عنده شي حاجه يعني بحال السبيل بحال جمعيه تكيه، وما عندهم معنى ديال التكيه. ومن بعد خدتها الوزاره ديال الثقافه وردتها للمتحف ديال نجيب محفوظ، هما باقيين كيرمموا فيه يعني الفوق. كاين الدور الثاني هو في المتحف ديالو، في داكشي ديالو خاص به الجوائز والاعمال اللي دار، وهذا والتحتي مكتبات بالليل كيكونوا مسدودين، اللي بغى المكتبات كيجيو الصباح. صافي هذا مكان. الدور الثالث باقي كيصايبوا فيه، وغادي يديروا كاين فيه كافي، كافي كيدير فيه حتى ندوات، يدير فيها يعني هكايا اللي بغى يقص فيها اللي بيدير فيها ندوات. هذا الشيء ما كاين في هذا المتحف. لكم هذا الفيديو، شكرا للدعم ديالكم وشجاعتكم ليا، وإلى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.